نسيت اتكلم ايضا على من تعاملت معهم بشكل شخصي، الدكتور اسامه الازهري، عشان خدت بالي دلوقتي ساعه اليمين طبعا، لكن انا اتكلمت عن الدكتور اسامه امبارح الحقيقه، وعندي استعداد اتكلم عنه النهارده وبكره، لانه رجل فائق الكفاءه، عظيم الخلق، غزير العلم، ده بجد مش هزار يعني. ففعلا مكسب مكسب مكسب. خليني اخد معانا على التليفون سياده النائب تيسير مطر. اهلا 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 اهلا. ازاي حضرتك النائب الاعلامي الجميل المحبوب؟ حبيبي يا فندم، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا تيسير بيه. الله يخليك يا يوسف بيه. تعليق حضرتك ايه على التغييرات في الحكومه والمحافظين؟ اسمح لي بس الاول اضم نفسي معاك في العزومه بتاعت باسل. يلا بينا، انت لوحدك. يلا بينا يلا بينا. تحياتي يا غالي، ربنا يبارك لك يا رب يخليك يا فندم. الـ الـ الحكومة الجديدة كلنا عندنا أمل فيها خلاص، يعني احنا أمنيتنا وأملنا وطموحاتنا مش كنواب ولا كأحزاب، كمواطنين مصريين، بقت متعلقة بالحكومة القادمة تعلق غير عادي يا يوسف بيه. احنا النهاردة محتاجين حكومة تتواصل زي ما سيادتك قلت مع المواطن باستمرار، يبقى ليها مردود سريع للمواطن في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، زي ما حضرتك تفضلت وقلت أهم حاجة تشغيل المصانع، حركة الإنتاج تتحرك، المشاكل اللي موجودة. وأنا عايز أقول يعني حاجة يوسف بيه، الدول كلها فيها مشاكل، الحكومة القوية هي اللي بتحل المشكلة قبل ما تتحول إلى أزمة. أيوه صح 100%. مهمة جدا، يعني احنا متأكدين ان الاختيارات اللي تمت هتبقى اختيارات متميزة وقادرة على حل المشاكل وعلى الوصول الى طموح المواطن اللي الطموح بتاعه كل يوم بيزيد، لان احنا دولة مش قليلة ومعانا رئيس قوي وعارفين ان امنيته ان مصر تبقى افضل شيء، واحنا كمصريين كلنا متكاتفين مع الحكومة وكنواب وكأحزاب في انها تنجح. لا مجال للفشل، لا مجال للفشل ولا رفاهية للوقت. فكل اللي احنا عايزينه في الفترة اللي جاية ان الحكومة تنجح وتقدر توصل لتحقيق طموحات المواطن المصري اللي صبر كتير، وان من حقه كمواطن بيحب بلده وابن بلد وجدع وبيحب قيادته، ان لازم يشعر بقى بان في مردود جاي ليه بصراحة. يعني من حقه يلتقط انفاسه شوية، من حقه يلتقط انفاسه شوية ويعيش ويعيش كمان يوسف بيه. الدور النواب ملموس وعلى أرض الواقع منهم سيادتك، التواصل المستمر مع الناس، تواصل الحكومة مع الناس مهم جدا، الدور الإعلامي المتميز اللي بتقوم بيه النهاردة المتحدة والقنوات في التواصل مع الناس وتوضيح الأمور، كل دي حاجات بتخلينا نتقدم إلى الأمام. الحوار الوطني ومخرجاته وسيادتك يعني كنت بتبقى منوره باستمرار، كل الحاجات دي كلها لو الحكومة خدت روجيت الحوار الوطني وحطته قدامها، الحوار الوطني هو نبض الشارع، نبض المواطن. صحيح. كل اللي احنا قلناه في الحوار الوطني وحضرتك مشارك فيه وكل الزملاء شاركوا فيه، اتثقفنا وتعلمنا واتكلمنا ووصلنا المخرجات، المخرجات دي النهاردة لو اتحطت قدام الحكومة كروجيتة ومشيت عليها وحطت لنا جدول زمن يوسف بيه مهم جدا، لأن رفاهية الوقت ما بقتش موجودة خلاص. احنا عايزين حاجات سريعة جدا وخاصة في قطاع الانتاج، الزراعة والصناعة المهمين جدا جدا. أيوة. ويمكن بنقول ان ربنا يقوي الوزير كامل الوزير في ملف الصناعة، لانه ملف تقيل وملف سواء الفريق كامل دايما قدها وقدود. يعني النقلة اللي حصلت في النقل والمواصلات والطرق في مصر وخلتنا في مصاف الدول المتقدمة فعليا، وقفزنا الحقيقة في الترتيب بتاعنا، فتخطينا بعض من دول الاتحاد الأوروبي في كفاءة الطرق والنقل وشبكة المواصلات بتاعتنا، يخليه ينجح في الصناعة. احنا متأكدين. صحيح. من كده صحيح. متأكدين جدا يعني. وكلجنة صناعة يوسف بيه يعني بنقول له احنا معاك واحنا جنبك وهنبقى داعمين ليك، ونتكلم مع بعض ونشوف ايه المشاكل وتسمع لنا، لان هننقل لك المشاكل من ارض الواقع. صحيح. هننقل لك المشاكل. احنا كنواب لجنه الصناعه كلنا في مجالات صناعه مختلفه، لما يقعد مع لجنه الشيوخ ولجنه النواب هتوصل له نبض الشارع، هتقرب له مسافات كتيره جدا، واحنا ندعي ربنا ان ربنا يوفقه ويقويه، لان الصناعه المفتاح الرئيسي للانطلاقه الى الامام.
يا مسهل الحال. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب، كل الشكر سياده النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ.